وينضم معنا لمزيد من التفاصيل من السليمانية لطيف الشيخ مصطفى، المحلل والكاتب السياسي العراقي. أهلا ومرحبا بك سيد لطيف. بداية، هنالك دعوات لعودة قوات البشمركة إلى محافظة التأميم، برأيكم إلى أي مدى كانت إيران شريكة بخروج البشمركة لصالح هيمنة ميليشيا الحشد على كركوك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا، تحياتي لكم. نعم، في الحقيقة إيران هي لم تخفي بأن وأطلقت تصريحات على مستويات مختلفة بأنها كانت شريكة في العملية التي جرت في كركوك على خلفية الاستفتاء الذي حدث في يوم 25/9 في كردستان، ومن ثم طرد القوات الكردستانية في كركوك التي هي مدينة متنازع عليها وينبغي أن تكون هناك إدارة مشتركة، وبالأحرى كان ينبغي أن يتم حسم مصيرها في موعد أقصاه 31/12/2008، لكن وهذا الالتزام هو واقع على عاتق الحكومة الاتحادية، لكن مماطلة الحكومة الاتحادية وبقاء هذه المدينة معلقة، مصيرها معلقا، أدى إلى ما أدى إليه. لكن تغيير الوضع في تاريخ 16/10/2017 لا يغير من الوضع الدستوري والقانوني لهذه المدينة التي هي مدينة متنازع عليها، وينبغي أيضا أن تدار بصورة مشتركة لحين حسم مصيرها. طيب، استخدام إيران حجة الاستفتاء للدخول إلى كردستان العراق، ألا يحمل الأطراف الكردية المسؤولية أيضا؟ نعم، بالتأكيد، يعني الطرفين الكرديين الحاكمين في أقليم كردستان يتحملان المسؤولية. أولا، تعنت الحزب الديمقراطي الكردستاني على إجراء الاستفتاء رغم عدم وجود أي مساندة لا دولية ولا داخلية، يعني كان كثيرا ما كنا نطالب القيادات في أقليم، خاصة قيادات الحزب الديمقراطي، على ماذا يعولون، ما هي الضمانات التي حصلوا عليها، ما هي الدول التي تقوم بإسنادكم، لكن كانت كلام غامضا ولم يكن يبدون بأي ضمانات أو أي شيء يطمئن الناخب الكردستاني. أيضا مسألة الاتحاد الوطني أيضا هي شريكة في الوقت الذي كانت كل قياداتهم كانت تؤيد الاستفتاء في العلن وتؤيد مسعود البرزاني، ولكن في الخفاء أو تحت الطاولة قاموا بإجراء اتفاقية مع الجانب العراقي ومع الجانب الإيراني للانسحاب والتنكيل بقوات الجانب الآخر، مما أدى إلى ما أدى إليه في 19/10. فالجانبين يتحملان المسؤولية، بل إنهما ارتكبا جريمة بحق أبناء هذه المناطق. إصرار حيدر العبادي ومن خلفه حكومة على تعديل الوضع القانوني لميليشيا الحشد وجعله نسخة من الحرس الثوري الإيراني في العراق، ألا ترونه يعني يزيد من نفوذ إيران في العراق ويرسخ من مشروعها فيه؟ هو بالتأكيد، يعني أولا الحشد تم تشكيله في ظروف معينة، الظروف التي كانت داعش احتلت كل في العراق، يعني وصلت على مشارف بغداد، وأيضا وكانت تشكيله للقضاء على هذا الظرف الاستثنائي. ثم أيضا إدخال تنظيم الحشد بالقانون هو انتهاك للمادة 9 من الدستور العراقي الذي ينص ويؤكد على أن تكون القوات العراقية تمثل جميع المكونات دون إقصاء أو تمييز أو إخلال بالتوازن. بالتأكيد، يعني أن نحن نعرف بأن هذه القوات هي جلها، لم نقل كلها، هي من طائفة معينة. حتى ولو اعترفنا، وأنا لا أعترف بذلك، لكن حتى لو اعترفنا على سبيل الجدل بأنه هذه القوات تنضم قانونيا للقوات العراقية، فتؤدي إلى انتهاك المادة 9، يعني تخل بالتوازن لصالح مكون على حساب المكونات الأخرى. فبالتأكيد هذا الأمر مرفوض، ولكن وينبغي اللجوء إلى المحكمة الاتحادية، ولا أدري إن كانت المحكمة الاتحادية قرارها يكون بجانب الدستور أم في جانب سياسي، ولكن في كل الأحوال نحن نعلم بأن الجانب الإيراني يريد فرض المزيد من المكاسب على الشارع العراقي، وهم لا يخفون ويطلقون التصاريح علنا ومرارا وتكرارا بأن العراق أصبح جزء من دولتهم أو من مساحة نفوذهم، فبالتالي يفعلون كل شيء عسكري أو سياسي في سبيل تحقيق هذا الغرض. ماذا عن الدور الأمريكي في العراق؟ إلى أي مدى تعتقد أنهم أسهموا في هذا النفوذ الإيراني والزيادة في العراق؟ وما مدى مصداقية دونالد ترامب عندما يتحدث عن مواجهة نفوذ إيران وميليشياتها؟ والله طبعا هو بالتأكيد إيران تريد هذا الشيء، لكن أنا في اعتقادي أمريكا جاهلة بالساحة السياسية العراقية، يعني هم مغرورين أيضا، يعني يستندون إلى القوة لا يستندون إلى العقل. حتى أنا في أحد اللقاءات في 2005 مع
نصحتهم بانهم من المفيد جدا انه يستفيدون من التجربه الانجليزيه باعتبار انجليز هي التي انشات الدوله العراقيه الحديثه، هم ملمين بالعقليه العراقيه وبطبيعه النفسيه وبالسياسه العراقيه، ولكنهم انا شبهتهم بالامبراطوريه الرومانيه التي في حينه في قديم الزمان عندما وصلوا الى اوج قوتهم تركوا الفكره والسياسه والفلسفه والتفكير واعتقدوا بان النظام السياسي نظامهم السياسي هو النظام الكامل، وقالوا لسنا بحاجه الى التفكير والسياسه. ايضا الامريكيين يعني وصلوا الى نوع من الغرور في العراق واعتقدوا بانهم في من منطقه القوه يستطيعون عمل كل شيء، ولكن بعد مرور 14 سنه تبين بان هذا شيء غير ناجح، وعند حد الان الاهداف التي سجلها الجانب الايراني على الجانب الامريكي هي اكثر، لذلك ينبغي عليهم مراجعه، هم يريدون فعلا ذلك لكن لا يلمون بواقع السياسه وبالصراعات الموجوده ولم يكونوا ناجحين فيها، وان ارادوا فعلا ان يحدوا من النفوذ الايراني ينبغي عليهم تفكير ومراجعه السياسه المتبعه لحد هذه اللحظه في العراق وحتى في منطقه شرق الاوسط. نعم. لطيفه شيخ مصطفى الكاتب والمحلل السياسي العراقي من السليمانيه كنت معنا، شكرا جزيلا لك.